أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم مقولة بعض الناس: الشعب مصدر السلطات؟ هذا كفر وإلحاد. مصدر الحكم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس مصدره الشعب. هذا مذهب العلمانيين والليبراليين، وليس هو منهج الإسلام. نحن مرجعنا ومصدرنا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.